في حدود الدقيقة 45 هنا ضربة خطأ تكلف ب لا تستقبلها اكيد حتى الخطا هدف الفريق جلال لا تنسى لنا اوك او 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 خطير خروج 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 بهالطريقه يعني الصراحه يعني صعبه وخطيره صعبه بالنسبه للمغرب تطون ولكن هي جيده بالنسبه للحسني تقدير ولكن الاستقبال ديال الكره ديال اوك طيب لو بالذكاء ديالو استطاع يجيب هذه ضربه خطا اللي هي نشاهد لو كان بالامكان زميلي امين لهاب مخرج هذه الحصه نشاهدوا الخطا كيف جاي يعني الطريقه والتدخل يعني في عنف كبير اكيد الجميل في اوكو هو لاعب هو لاعب شامل ولاعب متحرك في العرض بشكل كبير فشفنا كيفاش كيتحرك جاب الذكاء ديالو والسرعه وحتى التعامل مع الكره التدخل اكيد هو دائما المدافع دائما يتصرف بهذا الشكل لان راه كتكون قراءه ديالو جيده ولكن دائما المهاجم يتميز بذكاء كبير على المدافع هو اللي تيعطي هاد الكرات اللي ممكن يسجل جوج ديال الاصابات لان لعب بدفاع قوي مرتدات سريعه لاعبين مهاريين داخل مربع العمليات كان ممكن ان يخلق المفاجاه في تقريبا في واحد 10 ولا 18 دقيقه كان ممكن يسجل ولكن كيبقى دائما اللاعب الواقعي والواقعيه واللاعبين اللي هما بشكل كبير فاهمين الدور وفاهمين شنو كينتظرهم في المغرب التطواني فاهمين اللاعب ديال مارتيتون فكنظن جميع المنافذ كانت مقفله المساحات كانت ضيقه ربما شفنا هذيك الكرات اللي كان كيتميز بها الفريق التطواني هذوك التمريرات البينيه اللي من الرجل ديال نعيم ولا من الرجل ديال كاروشي كانت كلشي مقفل فكنظن ان مقابله مثاليه 45 دقيقه الفريق حسني تقادير بالفكر الكروي ديال المدرب اللي كنعرفوه يحرج الكبار فكنظن ان على المغرب التطواني 45 دقيقه الثانيه اخراج ما في جعبته لان فريق حسني تقادير جاي المغرب جا عند تطوان باش يدي ثلاثه نقاط وبينها في كذا مره باش ممكن انه كان ينتصر كيف ما قلنا في هذيك وهو كان الاقرب اكيد حرافه من خلال مجموعه من المحاولات اللقطات القويه كلها كان دائما الفريق اللي هو كيلعب بهذيك الكتله ولا المرتدات السريعه لان ما تنساش بان حتى كيف ما قلت لك لاعبين اللي هما مهاريين وقدر سكيتيوي يترجموا لي الفكر ديالو ويلعبوا بهذاك النظام الدفاعي والتحول للهجوم بسرعه كبيره وشفنا كيفاش رؤوس ديال الحرب مره يكون واحد مره تيكونوا جوج الاوكو اللاعب اللي كان محترف في البرتغال فكنظن ان جوج اللاعبين اللي هما عندهم ثقافه كرويه جميله يدافعون ويهاجمون وبسرعه فكنظن ان 45 دقيقه الاولى كانت مثاليه بشكل كبير شفنا جميع الهجمات من الخلف الهجمات من الجانب الكرات البينيه الكرات العميقه ولكن ضربه خطا اخر ضربه خطا جانبيه مضروبه بذكاء رضا انها جات كره الكاروش اللي هي من قريبه من مربع العمليات لكن ما ترجمهاش بشكل كبير ولكن الداودي كيبقى رجل المواقف ورجل الطريقه يعني ليس بذكاء كبير او بالشيء الهين وهي ليس بغريب على الداودي لان حتى اكيد انها هي المقابله لان كاين تفاهم ما بينه وبين اللاعب اللي جلب الحارس القائم الاول